السلام عليكم. عليكم السلام. أبطل غدا وأنا موعد العيال بالاستراحة. ما أدري عندي الشغالة. يا ميري. ميري. نعم ماما. وين الغدا؟ أنا قايلت لك إنك تجهزينه الساعة 2:00. الحين 2:15. بس 5 دقائق خلص. والله دلعتوها، المفروض تلتزم بالوقت وتنضبط. وانت وش مالك عملكم الساجر؟ وش عندك؟ لا بس عندي موعد مع اخوياي ومعطيهم كلمة، وتعرف انا كلمتي سيف. كلمتي سيف؟ اللي يسمعك يقول وعد من وكلاء وزارة. كف تعال وشوف ان شاء الله يديم النعمة. اي والله انك صادق. الله يديم النعمة. ما تسمع الجرس؟ ورا ما تقوم تفتح الباب. ورا ما ميري تروح تفتح الباب. تبيها تغسل لك وتطبخ لك وتفتح الباب؟ انت مالك رجلين؟ كيف افتح الباب انت؟ كم؟ سم سم ابشر. هلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اقول وين امك؟ في المدرسة. يعني وين بتكون؟ داخل بالبيت. أقول لا تكثر كلام معي. يلا روح نادها وقولها جارتكم سلطان تبيك. يلا. سلامات، ليش تنفخين؟ ولا علشان معس فزعة؟ إي أنا فزعة البودي جارد. راح نادى أمك لحطك براسي. يلا نادى أمك. يلا راح نادها. يلا اقعد يا القدحة. توزاية من حجاب؟ والله قوية. عاد حداك يا بنك. دقيقة. مستعجلة مرة، باقي ساعات وطيارتي لباريس تقلع، فقلت أجيب شغالتي عندك. يا حليلها طيبة وحنونة، قلت مالي غير جارتي وصديقتي أم عامر، هي اللي تقدر تشيل الموضوع عني. يعني خبرك، تذاكر وفيز وكل هذه خسائر أنا ما أقدر عليها. الصراحة ما أدري وش أقول لك، فاجأتيني. شوفي لها 10 سنين عندي، ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفي وش حليلها، لها فم ياكل ما لها فم يتكلم، تحطينها على الجرح يبرى، اكرفيها مثل ما تبين. ها وش تبين اجيب لك من باريس بسرعه؟ ما ادري لو في جلابيات. جلابيات؟ شفتي جلابيات؟ ايش الله استغربت. يا حبيبتي هذه باريس. مالك مالك، خلي الهديه عندي، هديه وتستاهلك. استاذنك الحين لاني مره مستعجله. انا وصيك على ماما، ماما مره كويسه. مع السلامة. وبتجلس عندنا كم يوم لين ترجع أم سلطان من باريس. الله صرنا أغنياء، خدامتين. يا حليلها ويا حلى ذهبها، شكلها كيوت. أنت خيوت. أنت فلة. الحين أم سلطان رايحة لباريس وكاش ومسوية زحمة، ما تقدر تشتري تذكرة شغالتها وتاخذها معها. عجيب والله، انت وش دخلك؟ هذه ضيفتنا عندنا لما تجي مع عزبتها، وبعدين شيء بلاش ربح بين. ليش كده؟ انا تاكل 5 دقيقة؟ انت جيب كلام جديد؟ يا هليلش، اذا شغلش كويس ما في خوف. أنا شكل أحسن من أنت، شيبة كبير. أنا شيبة كبير؟ يا كتكوتة يا دلوعة. جوي الهوش اللطمة، تصدقون جوهم أحسن من شكوش وكفتة. خلاص خلاص ميري، ذي شغالة جارتنا أم سلطان، هي سافرت باريس وبتخليها عندنا كم يوم. بعدين حنا ما نستغني عنك ولا عن طبخك اللي أدمنا عليه. شكرا ماما. عفوا ماما. يلا خذيها وديها فوق. انا ارمها الاشكال؟ ايه روحي مع ذي الاشكال. ايش ذا النشبه؟ يلا يلا خذيها. يلا تعال. يلا يلا بسرعه. ابوك الفيلم البطل. هذا الغرفة أنا. وش هالغرفة هالصغيرة؟
أنا وين أنام؟ جيب فراس ونوم على الأرض. أنا نوم في الأرض؟ أنا نوم في السرير، أنت نوم في الأرض. لا 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 لا، أنت نوم على الأرض. لا أنت نوم على الأرض. لا أنت نوم على الأرض. أقول لك أنت نوم على الأرض. لا أنت أنت لا أنت 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 هنا أنت هنا أنت هنا. ما يبغى نوم على الأرض، لا يبغى شيء سرير. أنا ما في مشكلة ماري، دي ضيفة عندنا، تجلس يومين ولا ثلاثة وبتمشي، أعطيها سريرك. لا هذا سرير حق أنا، ما يبغى هذي كلام الثاني. هي نوم أرض ولا أعجبت هو. أنت ما تشوفين؟ ما تشوفين؟ كيف أنوم على الأرض؟ يجيب لي السرير ولا رجع بيتنا أنوم على سريري؟ وشلون تروحين بيتكم وعزبتك سافرت؟ وأنا ابتلشت فيكي؟ دقي على الهينة، الهين تدقين عليها.